السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن أيضا ننقل لكم عنصر أساسي الذي ساهم في إنجاح مظاهرات ملبون ضد مهرجان التسول والعار، الأخ والأستاذ الخير أن كان مسؤول من لجنة الأمن وحفاظ على النظام في المظاهرات. ومن ضمن العناصر كما قلنا في المظاهرات السابقة كان عنصر نشطا وفعالا في أوساط الجالية الإريترية. فضلت أن تحدثنا كيف تم ونجاح هذه المظاهرات وأن تحدثنا قليلا عن المظاهرات. فضل ساس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي جماهير ملبون الأبية كما عودتنا دائما أن تساهم بالشكل فريد من نوعها في مثل هذه السنة، وكانت هذه السنة من أنجح السنوات على ما أظن في مسيرة المظاهرة الشعبية ضد نظام الهجدف، وكان شيء جميل جدا جدا. الواحد يتمنى تكون المشاركة للسنة الجاية أفضل، ولقد ساهمنا بكل ما نستطيع من جهد بوقف حكومة التسول، وأقولها للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هجدف عدنا هجدف، ولن تحكمنا حكومة الجوع. ونتمنى إن شاء الله كل أفراد المدينة تشارك في السنة القادمة، وكان نجاح لهذا المهرجان نجاح أنا أعتبره كشخص 100%، وهذا كل ما أود أن أقول. يعني كان نحن في مجال الأمن في حفاظ على المظاهرات، وأنت عضو من داخل لجنة المظاهرات، يعني هذه العام أيضا يعني كما قلنا إن عدد الداخلين في مهرجان التسول كان أقل، وبعد مروجين الإعلام النظام بيقول إن المهرجان كان ناجح، ودائما يدعوا هذا الكلام، فما رأيك في هذا الكلام؟ في يوم الجمعة كان العدد من مدينة ملبون، وده من مصدر أكيد من داخل الحفلة، أنه around 20 people from Melbourne، الباقين جايين من خارج الولاية. ولكن يوم السبت فعلا كان في دخل لا بأس به الحفلة، لكن الحفلة كانت مزعجة وكان مشاكلها كثيرة، لدرجة أنه قفلوا البار بتاع المحل about 11:30، وده كمان يوحي أنه كان في فايلنس في الحفلة ده في داخل الحفلة، ومشاكل نسبة لعدم ارتياح الناس، كان أطفال يعني تينيجرز يتعاطوا الخمور، ونسبة لهذه حصلت مشاكل كثيرة، ومش نجاح يعتبر نجاح، مع إنه الحفلة خسران من أصلا، ونحن نأكد الكلام ده، ولكن سوف نتصدى لهذا المهرجان أينما كنا. شكرا جزيلا، ونشكر الأستاذ الخير على هذا التوضيح، ونشكر جزيل الشكر، ونشكر الجالية الإريترية عامة، ونتمنى من الجاليات الأخرى أن تطبع بنفس المسر التي اتبعته الجالية الإريترية في ملبون. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. لن تحكمنا حكومة الجوع. لن تحكمنا حكومة الجوع.